يد أفراس السنتين تندفع تسعة روس متنافسة في النسخة الأولى لكأس سلطان راعي الجودة حد رجال الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وفي مبادرة ليست مستغربة من نادي سباقات الخيل في تخليد ذكرى رجال الملك عبد العزيز والذين ساهموا في توحيد هذا الكيان السعودية العظمى. هبوب طويق يبدأ في المنتصف في الصدارة مع بالب من المسار الداخلي، هبوب طويق في الصدارة، سعد العز وأيضا العلا يبدأ في المرتبات الثالثة مع قدوم ستار هورس النسخة الأولى لسلطان راعي الجودة. لمن تذهب؟ بالب يتحرك في المسار الداخلي، العلا استحثاث عبد الله العوفي للقدوم في المرتبة الثانية مع قدوم ستار هورس أيضا، وقدوم ومحاولات وهبة الرحمن للمرتبة الثالثة. هنا بالب يتصدر هذه الأسماء، صراع ما بين جياد وفراس السنتين، بالب يواصل حتى الآن، العلا استحثاث للقدوم، هبة الرحمن وهبة الرحمن في المركز الثالث، بالب حتى الآن مسيطر، العلا استحثاث، بالب 100 متر الأخيرة الفاصلة، بالب 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 إلى خط النهاية. النسخة الأولى تسجل باسم الجواد بالب لسعد علي معجب المطيري. ألف ألف مبروك لمالك بالب القادم من إيرلندا والذي يحمل تصنيف 97 للمالك سعد.